ما بتبص على انخفاض حجم التداول اليومي بحوالي 90%، دي معناها على طول ان اللي فاضل ده ال 10% دي عباره عن بعض الافراد، يعني حتى المؤسسات الكبيره والصناديق الكبيره اللي بتشتغل بره، كانت بتشتغل في الاسواق الناشئه، ابتدت ما تبصش لمصر خالص باعتبار حاله عدم الاستقرار السياسي والتدهور في التصنيف الائتماني بتاع مصر بصفه مستمره 7-8 مرات ورا بعض. يعني دلوقتي كل جانب سواء كانت شركه او فرد كله اللي عنده سايبه، لا بيبيعه ولا بيشتري زياده. لا، في بعض عمليات البيع والشراء الخفيفه، ما انا بقول لك احنا حجم التداول اليومي دلوقتي منخفض 90% عن حجمه قبل الثوره، معناها ان اللي موجودين دلوقتي افراد بالاغلبيه وبيستنوا على اخبار زي رفع اسم رشيد من قوائم الترقب، تصالح مع ساويرس، مع حسين سالم، حركه الرساله كويسه الحقيقه اللي اتعملت مؤخرا بالتصالح مع رجال الاعمال سواء اللي جوه السجن او اللي بره مصر، كل دي اخبار مطمئنه، لكن قصادها من الناحيه الثانيه الاخبار طبعا سيئه جدا، زي ما بقول لك التدهور في الطافي الاحتياطي النقدي في مصر، التصنيف الائتماني، الكلام ده كله، فهي تلاقي ايام بتطلع وايام بتنزل، لكن ما هياش يعني ما اقدرش اسميها بورصه. في الاجمالي حجم التداول متواضع جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا. احنا بينضم لنا دلوقتي كمان الاستاذ جميل سعيد، وهو المحامي المعروف والممثل القانوني لرشيد محمد رشيد. برحب بحضرتك معانا يا فندم. سعادة شريف بيه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بمعاليك. دلوقتي خطوات القرار الاخير اللي صدر من النائب العام، اولا برفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم الترقب والوصول، ده معناه انه الاجراءات الخاصه بالتصالح يعني بتصل لمراحل رسميه ونهائيه؟ هو فندم حقيقه الامر هي خارج نطاق التصالح، لان هو كان كما تعلم معاليك كان اتهم في قضيتين، قضيه دعم الصادرات وقضيه صندوق تنميه الصادرات. موقفه فيها كان موقفا الحقيقة مرشح للبراءة، لأنه الشركات اللي دعمها صندوق دعم وتنمية الصادرات هو مساهم فيها وليس برئيس لمجلس إدارتها ولا يشغل منصبا تنفيذيا فيها، وذات الأمر بالنسبة لتنمية الصادرات. أيوة. ما توجهنا للمحكمة لنترافع، اصطدمنا بنص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية اللي بيقول لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب. فقلنا للمحكمه ان هذا مخالف للدستور، الدستور الذي سقط والدستور الحالي اللي بينص على انه من حق كل متهم ان يكون له مدافعا عنه مش معه، وانه حق الدفاع مكفول بالاصاله والوكاله. فكان للمحكمه راي اخر، فاصر المهندس رشيد ان نسدد المبالغ الوارده بالقضيتين. فتقدمت للمحكمه وسلمتها شيكا مقبول الدفع بالمبلغ محل المحاكمه في كل قضيه من القضيتين. طيب هل معنى هل الحكم حتى كانت هناك غرامه؟ هل قدمت بطلب لمعالي النائب العام وقلت فيه ان احنا سددنا المبالغ، مش بس بنتصالح، سددنا المبالغ، وادي شيك كمان بالغرامه المقضي بها. يبقى انا مقالي لو جيت وقفت قدام المحكمه بين امرين، اما براءه واما الايقاف زي اللي طيب. هل ده معناه دلوقتي اساسا ان هم دول القضيتين فقط اللي بيتردد فيهم اسم رشيد محمد رشيد؟ لا، كان في القضيه بتاعه رخص الحديد. أيوة. وهذا الحكم الذي كان قد صدر فيها الغته محكمه النقض، وبالتالي ما فيش قضايا تانية، ما فيش، لا يوجد شيء اخر، وسددنا كل ما علينا والحمد لله. هل ده معناه عوده رشيد محمد رشيد قريب؟ بالطبع هو تواق الى العوده، بس في مساله الناس مش واخده بالها منها فيما يبدو. فضل. انه رجل قضى سنتين في خارج البلاد، وطبعا ما كانش قاعد في السنتين بلا عمل، فله ارتباطات خارجيه وارتباطات دوليه، هو بسبيله الى بحث هذه الارتباطات حتى يتمكن من العوده مره اخرى مجرد ما تنتهي هذه الارتباطات. في ظرف اسابيع، في ظرف شهور، ولا تقريبا باذن الله. اسابيع ولا شهور؟ ويعني ما بينهما. مفيش حاجة من الأسابيع تكون الشهور. لا إن شاء الله لا تصل إلى الشهور يا شريف بيه.